لدعم مناذكرة شرد الحاج هل مجتمع بريء؟ كم بلغ أجر مناذكة مقابل مشاركتها في أصحاب ولعز؟ السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم كرة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو ل9000 لايك. لو متعاطف مع منى زكي ما تنساش تضغط لايك اسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع منى زكي. ولا تنسوا ان تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد اولا باول. لدعم منى زكي ريتشارد الحاج هل مجتمع بريء؟ دعم المنتج ريتشارد الحاج الفنانة منى زكي وأبطال فيلم أصحاب ولا عزة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ونشر ريتشارد صورة للنجمة منى زكي معلقا عليها مثلية وتجاوزات جنسية، مواضيع تناولها فيلم منى زكي الأخير. حراس الفضيلة طلعوا عليه بشكل عنيف جدا وأعطوا نفسهم حق الإدانة وحراسة القيم، وتابع: أنا عشت حياتي ما بين بلدين وتأثرت بالثقافتين، ولكن لأنني مصنع من ثقافة أكثر مصرية أعترف أنني توترت للحظات قليلة من بعض حوارات الفيلم وبالذات من مشهد لمنى زكي. وسأل ريتشارد: ولكن هل موقفي كان بشكل فيه محاولة حماية للقديرة منى زكي؟ حسيت للحظة من العيلة وكان عندي رغبة في حمايتها من الأقاويل، يمكن ده إحساسي وقتها، مش متأكدة. هل إحنا تعودنا ندفن رأسنا في الرملة؟ واختتم المنشور قائلا: أعتقد مواجهة المشاكل الاجتماعية من خلال الفن هو الحل لانفتاح مجتمعنا أكثر وتقليل كبت الحقب الوهابية اللي لسه عايشينها. كم بلغ أجر منى زكي مقابل مشاركتها في أصحاب ولعز؟ تعرضت الممثلة المصرية منى زكي لحملة شرسة بسبب مشاركتها في فيلم أصحاب ولا عزة، وبعض مشاهدها وضعها في مرمى الانتقادات. هو الحوار الجريء الذي قامت به في دور مريم. لعبت منى زكي في الفيلم الذي عرضته إحدى المنصات دور مريم التي تقيم مع زوجها في لبنان وتعاني من بروده العاطفية وابتعاده عنها لفترة طويلة. في مراحل بعض لاتهامها بنشر الفسوق والفجور، اعتبر البعض الآخر أن احترافها بالتمثيل بدا واضحا، وهي التي تلعب غالبا أدوارا محافظة. وحسب المصادر الفنية تقادت الممثلة منى زكي مقابل دورها في الفيلم ما يقارب المليون دولار. منى زكي عن أصحاب العز مستعد ألعب اللعبة في الحقيقة. عرضت قناة العربية تقريرا على التعليق الأول لمنى زكي بعد عرض فيلم أصحاب العز، وأفاد التقرير أنه وسط الضجة الواسعة التي يثيرها فيلم أصحاب العز، ظهرت منى زكي لأول مرة بعد عرض الفيلم في مقابلة نشرتها نتفليكس على قناتها في يوتيوب، حيث قالت: اللعبة كده لعبها في الحياة العادية ما عنديش مشكلة، لأن ما عنديش أسرار رهيبة في حياتي خالص. وذكر التقرير أن النجمة المصرية تحدثت عن شخصيتها في الفيلم قائلة: قدرت أحس أوي بالشخصية لأن تعايشت فيها مع ناس صحابي وناس حواليا كتير، عشان كده كنت مهتم وحابة أبين يعني الست بقى حاسة أنها مش ست بسبب الراجل اللي معها. وأضاف التقرير أنه بالتزامن مع جدل المتواصل حول الفيلم، كشفت مواقع مختصة أن منصة نتفليكس تستعد لتصوير نسخة عربية من أفلام أجنبية شهيرة. وعلق الفنان محمد صبحي عن الهجوم اللاذع الذي تعرضت له الفنانة المصرية منى زكي بسبب فيلم أصحاب العز قائلة: إننا قد نختلف مع توجهات ورسالة الفيلم، ولكن لا يصح الهجوم على ممثلة تؤدي دورا في عمل فني. وأضاف محمد صبحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم أن معظم من هاجم الفيلم أصحاب العز لم يشاهده، وكذلك الذين دافعوا عنه متابعنا. أنا شخصيا لم أشاهد الفيلم. وأوضح محمد صبحي أن ما حدث نوع من الجد للفنانة منى زكي، وهذا خارج إطار العمل، مشيرا إلى أن المنصة التي عرضت الفيلم أمريكية وليست مصرية، وهذه صناعة مشترك فيها عدد من الممثلين وليس فنان واحدا فقط. وتحدثت الفنانة منى زكي عبر فيديو قصير نشرته نتفليكس عن رأيها في فيلم أصحاب العزة وعن اللعبة التي لعبها أبطال فيلم أصحاب العزة التي اعتمدت على إظهار أسرار الأبطال في جلسة بين الأصدقاء. إذ قالت منى: أكيد ألعبها في الحياة العادية ما عنديش أي مشكلة، لأنه أنا عموما ما عنديش أسرار رهيبة في حياتي. المشهد المحذوف قصة فيلم منى زكي الجديد أصحاب العزة. تستند أحداث فيلم أصحاب العزة على محاكاة لأحداث الفيلم الإيطالي الشهير بيرفكت سترينجرز، والذي تم عرضه مرات عديدة خلال السنوات الست الماضية
جدير بالذكر أن فيلم أصحاب العزة تعاون بين لبنان ومصر والإمارات، ويتنافس في البطولة عدد كبير من الفنانين العرب على رسيم الفنانة المصرية منى زكي والفنان الأردني إياد نصار. منذ 20 يناير أصبح متاحا على نتفليكس، وتم تنظيم عرضا خاص على شرفة في دبي بحضور جميع الأبطال. لتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من 7 أصدقاء يجتمعون لتناول العشاء ويقررون ممارسة لعبة يضع فيها الجميع هواتفهم المحمولة على مائدة العشاء بشرط أن تكون أي رسائل أو مكالمات جديدة مرئية للجميع. وسرعان ما تحولت اللعبة إلى وابل من الأسرار والفضائح التي لم يعلم بها أحد. وأثار مشهد منى زكي جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار غضبا واستياء كبيرة بين جمهورها ومتابعيها بسبب المقاطع واللغة البذيئة التي تناولها فيلم منى زكي الجديد 2022 الذي انتقده جميع نقاد السينما. الجدير بالذكر أن الفيلم الذي يتعارض تماما مع القيم والأخلاق المصرية والعربية والإسلامية، حيث روج الفيلم للمثلية الجنسية دون أي إظهار أن هذا الأمر منافي للأخلاق والتعاليم الدينية، إلى جانب الخيانة الزوجية وتهاون الأب مع ابنته، مما يحوي بأن هذا الفيلم لم يمكن عربيا من الأساس بل يجسد أناسا غير موجودين. وفي ظل تداعيات فيلم أصحاب العزة ومشاهده من ضجة كبيرة، هي أقرب إلى الترويج السلبي والمعتمد أو الطريقة التي تم عرض الفكرة به منذ البداية، فيبدو أنها فكرة مصطنعة من صاحب الفيلم وجميع المشاركين وإخراجه بتلك الطريقة، التي أكد الكثير من الفنانين العرب والمصريين المنتقدين لهذا الفيلم بأنها طريقة مستفزة ومصطنعة وليست لها حقائق. وهناك عدد كبير من النجوم انتقدوا الفيلم بطريقة شرسة، ومن أبرز الانتقادات التي واجهت الفيلم: ما عنديش أسرار وأكيد ألعبها، رأي منى زكي في لعبة أصحاب العزة. أكدت الفنانة منى زكي عدم خوفها من تكرار لعبة الأسرار التي جسدت جزءا منها في فيلمها الأخير أصحاب العزة، مشيرة إلى استعدادها من تكرار تلك اللعبة في الواقع وحياتها العادية، وذلك لعدم أي وجود أي أسرار تحتسب من إفشائها. وعرضت قناة نتفليكس عبر موقع الفيديوهات يوتيوب لقاء مع أبطال فيلم أصحاب العزة التي عرضته منصة نتفليكس قبل أيام، وأثار جدلا كبيرا فور عرضه. وتحدثت الفنانة منى زكي: والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل نهاية حديثي سأطرح عليكم سؤال، وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات. ما هو سبب انتشار خبر طلاق الفنانة منى زكي؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.